وصلنا إلى محطتنا مع شباك أخضر. يسعى مركز رأس الماء في المغرب إلى المحافظة على الثروة السمكية من خلال إنشاء مزارع تضمن بيئة صحية لنمو الأسماك بهدف إطلاقها فيما بعد في مياه الأنهار. لنتابع المزيد. هذه الأسماك لم تأتي من الأنهار والبحار، بل على العكس تماما، فهي تربى في أحواض لتوضع لاحقا في بحار وأنهار لمعالجة مشاكل التلوث والتصحر. مركز رأس الماء في المغرب يقوم بهذه المهمة، مهمة تطورت منذ أن تأسس هذا المركز عام 1924 إلى يومنا هذا. طريقة 1924 تم إدخال واحد العديد من الأصناف ديال الأسماك لأجل الحفاظ على الأسماك يعني المستوطنة، وكذلك إضافة أسماك أخرى لمبدأ لتخفيف الضغط على هذه الأسماك المستوطنة، وهنا أنها تطور المجال ديال الصيد. إذا بمعنى نقولوا بأن المركز أساسا كيعتني بتربية الأسماك وكذلك تثمين المنظومات يعني المائية المتواجدة عبر التراب الوطني. في هذه الأحواض يتم تغذية الأسماك مرتين في اليوم، ويكون غذاؤها متوازنا من ناحية العناصر الغذائية. بالنسبة للتغذية ديال الأسماك تتكون عن طريق واحد شبيهة بواحد المكملات غذائية فيها نسبة ديال البروتينات، الدهنيات، أحماض أمينية، سكريات، فيتامينات، وهذه النسب هذه تختلف من نوع من كل حسب الأنواع. ولهذا المركز مختبره أيضا لتقديم الجودة الأفضل. مهمة هذا المختبر هي قياس المؤشرات الكيميائية والفيزيائية، خاصة درجة الحرارة والأكسجين المذاب ودرجة الحموضة، لمعرفة جودة المياه المستخدمة لاستزراع السمك. مشاريع لا تعزز الثروة السمكية وتكافح التلوث وحسب، بل تخلق فرص عمل وتنمي الإنتاج الاقتصادي. هذه الخطة الاستراتيجية تخلق فرص العمل وتمد السوق المحلي بالأسماك، ولا يجب إغفال الدور البيئي والإيكولوجي في تحسين جودة المياه. هذه الأحواض المائية تجعل من كل شيء حي، أسماك وبيئة واقتصاد. وللمزيد حول هذا الموضوع نرحب معنا من الرباط الآن بالمصطفى العيسات، وهو باحث ومختص في مجال البيئة. أهلا وسهلا بك المصطفى. إذن تربية الأسماك في الأحواض عملية تعزز من الثروة البيئية، هذا مفهوم، ولكن كيف لذلك أن يكافح التلوث؟ نعم، مرحبا بالمشاهدين الكرام في هذا البرنامج القيم. أهلا بك. نعرف بأن هناك ضرورة ملحة لإنشاء مثل هذه المراكز المختصة في تربية الأسماك، لأن الدورة السمكية التي تعرفها الأنهار دورة بيولوجية جد معقدة، تحتاج إلى حماية نوع من الأسماك الذي يحافظ على التوازن البيئي ونظافة الوديان وكذلك المناطق المتواجد بها السدود. وكما في علم الجميع أن سنوات الجفاف والتلوث الذي أصاب بعض الأنهار أدى إلى انقراض عدد كبير من الأسماك مثل سمك الشابل الذي أصبح الآن في عدد في عداد الأسماك المنقرضة. هذه العملية تربية الأسماك وهذه المراكز، نعم لو سمحت لي، هذه العملية تربية الأسماك في الأحواض هل تساهم في الحد من انقراض أصناف معينة من الأسماك؟ نعم تساهم بشكل طبيعي، لأننا نعرف بأن هناك الصيد الجائر والتلوث الصناعي الذي يصيب بعض الأنهار يؤدي إلى انقراض نوع من الأسماك الذي يكون داخل في السلسلة الغذائية لبعض الأسماك الأخرى، وبالتالي تكون أسماك عديدة مهددة بالانقراض. فلهذا المركز دور حيوي في الحفاظ على المنظومة البيولوجية للأسماك المتواجدة في الأنهار. نعم، وعن كم صنف من الأسماك نتحدث؟ كم يبلغ عددها؟
هناك أربع أم خمس أسماء أنواع من الأسماك التي يتم تربيتها، وهي التي تتعرض بشكل شائع للصيد، والتي تتميز بلحومها الجيدة لكي يستعملها الصيادون كذلك في الأطباق الشهية. نعرف بأن عبر العالم هناك تنتشر رياضة الصيد في الأنهار، وهي كذلك مورد سياحي مهم لبعض الدول ومورد اقتصادي يشكل كذلك دورة اقتصادية لهذه المراكز دور كذلك في الحفاظ على أربع أنواع من الأسماك التي تساهم في هذا النوع من العمليات التي يحتاجها الصيادون في أسماك. وكذلك هناك أسماك أخرى يتم استجلابها من اليابان وبعض الدول، ويتم تفريخها في هذه الأحواض وتساهم كذلك في تنقية السدود من الطحالب. نعم المصطفى، يعني هذه الأسماك تتم تربيتها في الأحواض ومن ثم يتم إطلاقها في الأنهار وفي البحار، يعني هل الهدف الأساسي هو لكي يتم اصطيادها فيما بعد؟ هذا جزء من الأهداف، لكن الهدف الكبير هو الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل الأنهار. فبفقداننا للثروة السمكية داخل الأنهار يكون تدخل الأنهار في دورة ميتة. لهذا إعادة تأهيل الحياة البيولوجية داخل النهر تتطلب تواجد كمية متوازنة من بعض الأسماك. فحينما يدق ناقوس الخطر في منطقة معينة عن تناقص نوع من الأسماك، يتم تزويد هذه المناطق من خلال هذه الأحواض، فهي لها دور استراتيجي في الحفاظ على التوازن البيئي داخل الأنهار. وكما قلت يعني ليس لو كانت هذه الأحواض السمكية قبل ما انقرض العديد من أنواع الأسماك كالشابل. يعني ليس مصير كل الأسماك هو يعني الصيد، يعني يمكن لبعضها أن يكمل مساره الطبيعي البحري أو النهري. نعم، لأن تنشأ في بيئة مشابهة للبيئة التي تعيشها في النهر. نعم. لكي طيب. تتأقلم مع الأجواء الطبيعية وتعود إلى موطن الإصلي وتتكاثر بشكل طبيعي. طيب المصطفى، أنه هذه التجربة تجربة مهمة جدا، وكان من الممكن ربما البدء بالعمل بها يعني في وقت مضى، ولكن الآن كيف يمكن تطويرها في المغرب؟ نعم، هي تعتبر تجربة رائدة على المستوى الإفريقي، وتساهم كذلك في دراسات وأبحاث علمية، لأن بداخل هذه الأحواض هناك مختبرات علمية تواكب المستجدات العلمية فيما يخص إنتاج الثروة السمكية، وكذلك تتابع الخط الذي يتابع تطور هذه الأسماك داخل بيئة الأنهار بيئة المغرب. ويمكن تطوير هذا العمل بشراكات مع مراكز دولية، وكذلك تسويق هذه التجربة المغربية إلى دول إفريقية تحتاج كذلك إلى مثل هذا العمل البيئي الهام لمحافظة على ثرواتنا البيئية. نعم. والمواطن المغربي المغرب وإفريقيا. باختصار لو سمحت، المواطن المغربي كلمة له، كيف يمكن أن يساهم في تعزيز هذه الثروة السمكية وأيضا لمكافحة التلوث؟ بالدرجة الأولى عليه أن يحترم قوانين الصيد، فالصيد له مقاديره وأوقاته في السنة التي يمكن أن يتم في عملية الصيد لكي لا يكون هناك استنزاف لهذه الثروات البيئية. كذلك المحافظة على جودة الأنهار بعدم إلقاء النفايات، وكذلك على المسؤولين البيئيين أن يراقبوا نفايات المصانع التي تضر، كذلك برميها لنفايات الزئبق وبعض أنواع الكلور في الأنهار لتدمير الثروة السمكية. فنشر الوعي العام وتحسيس المواطن يمكن أن يساهم في الحفاظ كذلك على هذه الثروة، ويكمل الدور الذي تقوم به هذه الأحواض من الناحية العلمية. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات المصطفى العيسات، الباحث والمختص في مجال البيئة، إذن كان معنا من الرباط.